مفاهيم الدين، أحكام الدين. تكلمنا إذا تتذكرون الليلة الأولى عن وظيفة الإمام، تعليم الأمة وتربية الأمة. فالإمام شنو سوى؟ قام بأبي وأمي وفرشوا له السجادة، صلى ركعتين الإمام الكاظم، صلى ركعتين وقرأ دعاء الجوشن الصغير. ولما انتهى من الدعاء وقام رجع إلى مجلسه، التفت لمن حوله قال لهم: لقد هلك موسى الهادي، صلوا على محمد. هلك موسى الهادي وسيشيع جثمانه بعد 3 أيام. صدق اجى الخبر انه مات موسى الهادي وشيعه مات. ما تحنى يعني صور. بس احنا ما ادري هيك عندنا علاقة بالله ونقرأ دعاء ونتوسل لله وما عندنا ذنوب وما عندنا ظلم فيما بيناتنا وما عندنا سيئات تحجب دعائنا وما عندنا مظالم وهيك الله يسمعنا ويفرجنا. هاي اراد لها وخت. هاي شقد اكو عندنا سيئات، شقد عندنا مظالم، شقد عندنا عقبات للأسف. لأن ادعوني استجب لكم احبائي. هذا فهم امشي عليك اهل البيت كلهم. ادعوني استجب لكم. المسافة من ادعوني لأستجب لكم انت تحددها، انا احددها المسافة. من يحدد هاي المسافة؟ انا وياك. بطيئة، سريعة، قليلة، كثيرة، هاي ادعوني. الله قال ادعوني استجب لكم. اكو مسافة بين ادعوني واستجب لكم. انا وياك نحددها باعمالنا، سلوكياتنا، تصرفاتنا، بكل ما اسمه بر وعمل صالح. فشوية انتبه لي، نحتاج انه نفكر في بلاء الناس بمستوى الكم. ايش قد عندكم ناس انتم الان ماخذين راحتهم، تقيمون المجالس، تعظمون الشعائر، هاي الحلة بالزيارة شو تصير بعد كم يوم؟ فد مهرجان. بس هاي في بلدك، هاي روح لديالة، روح الى بعض المناطق يعيشون الخوف والقلق والمعاناة وتضحية كبيرة. يلا يسوون المجلس، لان بعد الارهاب يحيط بيهم، بعد الارهاب مزروع في داخلهم، داخل مناطقهم. ونسمع بين حين وحين خروقات، ونسمع بين حين وحين. اعطيك سر شوية من الاسرار بس كنت افتهمه بعد، انا ما ادري اعطيك اياه. اذا تسمع قائد كبير النقل قول وراه مصيبة راح تصير. ايه هذا هاي طيتك راس الخيط بعد، شو اسوي لك بعد؟ هم تريدنا نفصل لك؟ ما يصير، لا تصير اتكالي عجوزي. اذا تسمع فرد قائد كبير النقل، فرد شخصيات عسكرية نقلت من مكان لمكان، قول وراها راح تصير مصيبة، وراها راح تصير كارثة، وراها راح تصير مجزرة، لانك تآمر على الناس من كل النواحي. فاذا انا وياك بمجرد ان ننظر الى كم البلاء اللي يعيشه الناس ونوع البلاء اللي يعيشه الناس، نحمد الله ونشكر، نقول الحمد لله على كل حال. هذا جانب مهم جدا في شخصيتي وشخصيتك، يخلينا نشوف هالشخص هذا، هالانسان اللي الله اختاره لامور الناس كلها. يعني احنا واحد ما يقدر يشغل مسؤوليتين مختلفتين، ما يقدر يملأ فراغين بينهما عدم تلاقي، مثل ما ضربت لك مثال الطبيب والمهندس والمدرس والمعلم. زين، الله عز وجل من يريد واحد يقوم بكل امور الناس، يتصدى لكم كل امور الناس العلمية، يعلمهم وشلون يعلمهم ويفهمهم وشلون يفهمهم. هذا من جانب. يربيهم، يعدهم، اكو عملية اعداد يختارها الراعي، هاي عملية خاصة يعد بيها ناس على 3 مستويات. شوي انتبه لي ارجوك حتى نفهم النبي ونفهم الرسول ونفهم الامام. المستوى الاول اللي يعد المعصوم النبي او الرسول او الامام هو يعد كل الناس. لمن يعدهم؟ على الايمان، على العبادة، يوجههم بالتوجيه الصحيح، ينطيهم هالمعاني
ويشوفوها منا قول وفعل، يعني يقول لهم صلوا ويشوفون صلاة نموذجية، يقول لهم صوموا ويشوفون صوم نموذجي، يقول لهم حجوا ويشوفون حج شلون منظم مرتب. يعني يأمرهم بالعمل ويقول لهم افعلوا هذا الفعل، بس يشوفون قدوة، ماكو تباين بين ما يقول ويفعل. هذا اللي يسوي مشكلة بين الرعية والراعي، هذا اللي يسوي أزمة بين الرعية والراعي. انت تقول لي اصبر بس اشوفك تاكل 24 ساعة، انت تقول لي تحمل بس اشوفك ما عندك معاناة. مثل هسه انا نصحت بعض الاباء، اقول انت من تقول لابنك عوف الموبايل عوف الانترنت كن انت نفس الشيء، قال يشوفك حتى التأثر يصير اكثر. علي بن ابي طالب اثر بالناس، ليش؟ لان شافوه مواسيهم في كل شيء، يقول ويفعل بالتطابق. فهنا هذا الشخص اللي راح الله عز وجل يختار لكل الناس، ينهض بكل المسؤولية، يعلم يربي عد، هذا اللون الاول من الاعداد، يعلم الناس انه الهم خالق والهم رازق، ويربطهم بالله ويربطهم بمن. هاي شوي انتبه لي، هاي اللي تخلي الانسان يعيش متوازن بالحياة، يربطهم بالاخرة، يربطهم بالاخرة بقوله ويربطهم بالآخرة بفعله. وترى هي هاي، إذا أنا وياك شوية نلتفت إلى حقيقة كن مدغيب عن أذهاننا وتنفعنا كميزان، ترى هي هاي وظيفة رجل الدين. رجل الدين يربط الناس بالله ويربطهم بالآخرة من خلال ما يقول ومن خلال ما يفعل. هذا قوله يزيدهم علما. شوية انتبه لي، هاي كلمات مهمة. قوله يزيدهم علما بالله وبالآخرة، وفعله يرغبهم بالآخرة. لذلك لما سألوا الحواريين، هاي رواية أحبائي كلش جليلة لها قيمة، الحواريين سألوا عيسى عليه السلام، يروي لنا إياها الإمام الصادق عليه السلام عن جد رسول الله صلى الله، شوف المصدر مال الرواية، الإمام الصادق يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يرويها عن عيسى. سأل الحواريون عيسى: يا روح الله، من نجالس نقعد ويا من؟ قال: من تذكركم الله رؤيته. كنا نتشوفه تتذكر الله. اي والله عمي غير الصدق، يجوز بعض الحكايات الزعل، اكو ناس بس نشوفهم نتذكر ابليس، بس يشوفهم تتذكر المصيبة، تذكر السوء. فعلا هاي الكلمة في محل: من تذكركم الله رؤيته، تشوفه. ليش؟ لأن الله على لسانه، ما ينزل من لسانه، يذكر الله. وأثر العبادة، أثر الإيمان مو مثل ما يتصور البعض، لا، اكو بعض يتصور المظهر بما هو مظهر، لا غلط. اذا نتعامل بالمظهر بما هو مظهر، عبيد الله بن زياد لبس عمامه وتلثم وطبل الكوفه، قاموا وش يقولوا لاهل الكوفه؟ حللت سهلا ونزلت اهلا يا ابن رسول الله. عبالهم منو؟ ليش؟ لان اعتمدوا على المظهر. دروح واحد يقول له خلنا نبوس ايدك، خلنا نسولف وياك، دروح له واحد قل له خلنا ناخذ سيلفي وياك، طلع لي وجهك، لا كلها ماكو، بس على المظهر على المظهر. لما نوصل للقصر، طبل القصر كسف احوالهم، صنع بهم ما صنع، بس علي من الناس بالشارع: اهلا يا ابن رسول الله، حللت سهلا، نزلت اهلا. ليش؟ لان خلى حصر القضية بالمظهر بما هو مظهر، هذا مو صحيح. مو انت اكو شيء يكمل المظهر، اكو شيء يرتبط بالمظهر. ولذلك النبي رفض، قال: ليس الإيمان بالتحلي. ترى الإيمان مو مظهر، انت تريد تقول لي فلان هذا هسه هذا قبالي ارد اقول مسلم، اي مسلم يشهد الشهادتين اشوفه يقوم يصلي، ارد اقول مؤمن لا لازم اعرضه لاختبار حتى اقول مؤمن، لازم اخضعه
لمقاييس يا الله قول. لذلك الله شي جاوبنا؟ ترى هاي القسوة مو سهلة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ما قبل، لأنه ما يصير. فرجل الدين يربط الناس بالله، لأن هو هذا منهج الأنبياء، منهج الرسل، منهج الأئمة، يربطهم علما بالله عملا بالله، يربطهم بالآخرة علما وعملا. يا روح الله من نجالس؟ قال من تذكركم الله رؤيته، رؤيته تذكركم بالله. بعد ويزيد في علمكم منطقه، يعلمك لو يفهمك، ويرغبكم بالآخرة عمله. ذن ثلاث بس، ذن ثلاثتين عمي شوية جاوبوني، جاوبوني حكاياتكم. ذن ثلاثتين كل واحدة على كتر لو مرتبطات، مرتبطات. تذكركم بالله رؤيته، يزيد في علمكم منطقه، يرغبكم بالآخرة عمله. قول ومظهر وعمل، قول ومظهر وعمل، هن ذني. بس أنا أعتمد على المظهر، إذا أنا ساذج. أعتمد بس على القول، إذا أنا عندي خلل بالميزان. لا، ثلاثتين، قول ومظهر وعمل. فلذلك الله عز وجل من يجيب النبي ويجيب الرسول ويجيب الإمام، ذن ثلاثتهن كاملات. أئمة عدل، دعبل الخزاعي أعلى الله مقامه، من يوصف الأهل البيت أئمة عدل، بمن وصفهم؟ دول حياتهم شنو؟ لا ظلم في سحر. أئمة عدل يقتدى بفعلهم وتؤمن منهم زلة العثرات. امشي وراء مغمض، صدق امشي وراء الإمام، وراء النبي، وراء الرسول مغمض، لا يخونك، لا يكذب عليك، لا يغشك، لأن لا وجود لتلك الأمور بساحته. فالإمام والنبي والرسول اللي يصد لكل أمور الناس، يعلم، يعلم الناس المستوى الأول كل الناس، هذا واحد. اثنين، يختار لمجموعة، هذا المستوى الثاني، حفظوا وياي أرجوكم، يختار لمجموعة شنو؟ تحمل الرسالة وياه. يختار لمجموعة بعد من هاي الناس يغرب البعض، ذول الناس ألف، شي يختار منهم؟ مية. المن يختارهم؟ ذول يفهمون رسالته، ذول يفهمون دعوته، ذول يفهمون مسؤوليته، حتى يقدرون شنو؟ يعيشون مرآة للناس بمستوى من المستويات. فمن نجي؟ نجي نلقى دائما دائما مع الأنبياء هاي موجودة المسألة، أصحاب إلهم، أصحاب موسى، أصحاب عيسى، أصحاب سليمان، أصحاب داود، نلقى. ليش هذولا؟ ذولا مو علم الناس الله موجود والآخرة موجودة وقالهم عبادة وشافوا قول وفعل يأثر بهم، قدوة لهم. أكو ناس عندهم رغبة، هنا الغربال اشتغل. أكو ناس عندهم شنو؟ إقبال. هذا الإقبال شيء نفسي، هاي الرغبة شيء نفسي. هسه أنا مرات أروح مكان ألقى واحد يصلي صلاة واجبة ويصلي نافلة، وكل ما يحدث يتوضأ، كل ما يصير عنده حدث يبطل وضوءه يروح يجدد وضوءه. أكو إنسان لا، يتوضأ بس للصلاة ويصلي بس الواجب، هذا هذا اللي يقدر عليه. أكو إنسان لا، تلقى صاف أقدام الليل كله واقف بين يدي الله ناجي. ونسمع احنا بالرواية انه رشيد الهجري، مو بعيد عليكم رشيد، صح لو لا، كان يصلي صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء، يعني لا ينام ولا يأكل كثيرا حتى تصير عنده مشاكل. اكو ناس ما تقصر بالليل، بلا انتقام، تقول الاكل كالتال ابوه، صح لو لا؟ هو بالنهار كون ياكل احسن، اكو عمل طاقة، بس الليل يراد يخفف حتى ينومه مريح، يستيقظ الصبح براحة. الاكل هم الى مضار والى مخلفات، فبالليل لازم واحد يكون ينحى منحى شنو؟ الى التقليل، الى زين، الى زين، تقليل الى زين، صحة وعافية
وتدري انت اكو عمر محدود للانسان، اذا يبلغ الاربعين بعد كل شيء يبدأ بالتنازل، اذنه عينه كل شيء عضلاته عظامه كل شيء يبدي ينزل، لان يعني هي هاي الحد الاربعين يصعد وانه بينزل، وهذا فرد شيء علمي وبالروايات موجود. فانتبه ارجوك. المستوى الثاني، النبي والرسول والامام يعلم ثلة من الناس مو كل الناس، ولذلك تشوف عدة اسرار، عدة اسرار مو كل الامور يكشفها. ابو ذر، ابو ذر خصوصية، مو نبي ابو ذر، صح لو لا؟ ولا رسول ولا امام. ابو ذر امام، نبي رسول، صحابي، بس ايش قد اخذ؟ الله، تدري ليش؟ لان عنده اقبال، عنده توجه، حتى قال بحقه النبي الخاتم محمد. شنو قال بحقه؟ قال من اراد ان ينظر الى شبيه عيسى ابن مريم فلينظر الى ابي ذر. صار يشبه الانبياء. اقول لك انت ذكي، انت مفتش باللبن، لا تتعبني. يشبه عيسى بن مريم بالشكل؟ شو تقولون؟ جاوبوني، بمن يشبه عيسى؟ بالفكر، بالقول، بالعمل. انا ما اقدر اشبه النبي واشبه الرسول واشبه الامام، بس اقدر اتشبه به. اقدر اتشبه لو ما اقدر؟ اقدر اتشبه. فهنا يقول من اراد الى من ينظر الى شبيه عيسى ابن مريم فلينظر. ثم قال قولا اخر، اذا اريد نفسر على نحو موضوعي وفهم وتحقيق وتحليل، يعني ابو ذر صار ميزان. ميزان، يقول ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر. تدري ايش يقول يعني النبي؟ يقول هاي الدنيا كلها ملكها لابو ذر ما يكذب، وانت عندك وزير يكذب، يعني رئيس جمهورية يكذب، رئيس وزراء يكذب، كاتنها يعني وين تحطهم؟ باو علي شوي، وين تخليهم؟ انت شلون صرت وزير وتكذب؟ شلون صرت رئيس جمهورية وتكذب؟ شلون صرت رئيس وزراء وتكذب؟ شلون؟ شلون؟ اذا انت شنو؟ تمتهن الكذب. اذا انت تحترف الكذب احتراف، امتهان، مهنة، ولا ليش؟ حتى تبقى في السلطة. لان انت تشوف السلطة ما تدوم لك الا بالكذب، بغض النظر عن المصائب الاخرى. لكن ابو ذر يقول النبي ملك الدنيا كلها، قل لك كذب ابو ذر، يقول لك روح خذ الدنيا وروح، ما كذب ابدا. شوف علي بن ابي طالب منين تعلم هذا الدرس؟ يقول علي بن ابي طالب والله لو اعطيت الاقاليم السبعة، يعني السماوات والارض بما تحت افلاكها بالمخفي ما ادري به، على ان اعصي الله في نمله اسلبها جلب شعيره، غطاء شعيره، قشر الشعيره، مو الحبه، ما فعلت. ليش؟ علي من تعلم؟ تعلم على العدل، اسير بسيره جدي وابي، تعلم على العدل، اتثقف على العدل، ما الظلم ما له وجود بحياته. حتى من ينظلم ما يظلم. هاي هذا ليش الله اختصه؟ ليش الله اختاره؟ فابو ذر نموذج بناء الاسلام، صنع الدين، الدين هذا صنعه، انطوني ما صنعوا، الدين صنع ابو ذر، هسه خو مو نبي ومو رسول ومو امام، هذا ما صنعه الدين. بعد المقداد، الله، المقداد ابو المواقف. تدري الروايات عن الأئمة تمدح المقداد، هذا مدح مو طبيعي، مو طبيعي. اقروا روايات عن سلمان المحمدي، مالك الأشتر، سعد بن الربيع، مصعب بن عمير، غيرهم غيرهم غيرهم. روح شوفوا اللي صنعهم هذول شنو؟ ذول المستوى الثاني اللي علموه ثقفوه ربوه أعدوه الأنبياء والرسل والأئمة. روح ترى، تراكوا بعض الامور بيها شوية حساسية. شلون؟ خالد ابن سعيد بن العاص هذا اموي، ثقف النبي علمه، ذاك اليوم شاف رؤية، شاف الرؤية شنو؟ كأنه على وادي والوادي بنار يريد يوقع،
وشاف النبي عن جنب إلي قل له تعالى إلي إلي، ففز من الرؤية، هو من بني أمية وكافر، فقال لهم خلي أروح لهذا الشخص. راح لقعد ويا النبي سولف ويا النبي، دعا للإسلام، قبل، استحسن إسلامه، راح ويا جعفر إلى الحبشة، ودى على اليمن، خلاه مسؤول على صدقات اليمن لأن شاف دينه استحسن. من بني أمية، من بني العاص، من بني أمية، بس شنو ثقف ثقافة النبي وتربى بتربية النبي. هذا واحد. روحوا شوفوا محمد بن أبي بكر أخو عائشة ربيب علي بن أبي طالب، علي علمه وثقفه ورباه وصار نموذج. روح شوف عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، هوى أمية، نفس أمية، كل أمية ويا بني أمية، حتى شخصيته من قد ما كانت متصدرة خاف معاوية أنه هو من بعده يصير على الناس، وكان يريدها ليزيد ابنه، فودع عليه للشام، دعاه لأن سأل الناس قال لهم ترشحون من وراي، شو تقولون منو يستاهل يصير وراي؟ بعض الشخصيات قالوا له هذا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد خوش شخصية ينفعك، قال لهم جزاكم الله خير، ودع عليه عزمه، قال له شوفك تعبان، قال له ايه عندي وعكة صحية، قال لي عندي خوش طبيب، هاي معاوية، قال له عندي خوش طبيب، قال له ايه لا بأس، أشر للطبيب، عده شفرة ويا الطبيب. ثاني يوم مات عبد الرحمن بن خالد، ايوه قتله بطريقة مرتبة لان هو اعتمد على هواي امور بهالشكل، قتل ناس اذا تحصيهم بالتاريخ بهاي العشرين سنة الحكم بها هواي قتل ناس، قتلهم بالسم عن طريق العسل، قتلهم عن طريق الطبيب وهكذا. اكو شخص اخر اخو عبد الرحمن ابن خالد بن وليد، اخو ومن فرد ام واب، مهاجر ابن خالد بن الوليد، وين هذا؟ هذا تربى بتربية علي بن ابي طالب وثقف بثقافة علي بن ابي طالب وراح وياه يقاتل وبمعسكره وثبت الى ان استشهد. فخلي ببالك انه مرات من نفس البيت هذا الاموي اكو من تسنح للفرصة ان يتعلم ويتثقف ويتربى بتربية السماء بسيرة محمد وعلي صلوات الله عليهما لذكرهما الصلوات. من نقرأ هاي الرواية عن عمار ابن ياسر اشتعني لك، هذه اشتعني لك، هاي انفاس كريمة. هاي يقول أينما يقف ابن سمية فإنه يقف مع الحق، هذا عمار وين ما يوقف هو يوقف ويا الحق ما يوقف ويا الباطل. هذا رسول عمار بن ياسر، نبي، إمام، صحابي، تعلم بتعليم النبوة والرسالة والثقف وتربى. فالمستوى الثاني مو عموم الناس، ثلة من الناس من هالألف علموا مية ثقفوا مية، شنو يحملون الهم الرسالي، يحملون الدعوة، يفهمون الدين، يطبقوها على أرض الواقع. يعني تجي تلقى عمار متدين يقول النبي عنه عمار مقرون بالإيمان من رأسه إلى قدمه، وفي رواية من قرنه إلى خمص، ميزان صار أبو ذر ميزان. هذا المستوى الثاني من التعليم. المستوى الثالث أحبائي وأرجوك تنتبه لي لأن احنا على نهاية الوقت، المستوى الثالث هو إعداد أشخاص لا ينهضون بالمسؤولية. حبيب ابن مظاهر، مسلم ابن عوسج، هاي نماذج. عابس الشاكري، عابس ايش سوى؟ عابس نزع هدومه ونزع درعه ورمى سيفه، أحد علمائنا المتأخرين يقول عابس عنده إمكانية يبقى يقاتل يومين ثلاثة، يومين ثلاثة يقاتل، شنو هاي الإمكانية؟ فقالوا يا عابس جننت؟ قال حب الحسين. خلص، هذا شنو هذا؟ هذا الثلة الثالثة من الناس، عموم الناس تعلموا وتربوا، عموم الناس عبادة وعرفة والله، ثلة تربت وتعلمت صارت ميزان، بعد اكو ثلة اخرى تستخلص حتى تنهض بالمسؤولية. انت سامع كلمة الحسين عليه السلام لما ليلة العاشر نزل المكة الكعبة، عفوا نزل كربلاش، قال
قال لا أجد أصحابا أفضل من أصحاب ولا أهل بيت أبر. هاي شنو معناتها؟ استخلاص. هذا استخلاص. غربلة بعد غربلة. اللي طلعوا يوم 8 ذي الحجة وسمعوا خطاب الحسين كانوا يقولون 500 اللي من مكة فهموا خطاب الحسين. هذا اللي انسحب بالطريق، هذا اللي اتعوق بسبب من الأسباب، لكن اللي بقوا مع الحسين قلة يوم العاشر، قلة. خطب الحسين يوم العاشر بعد أن صلى فيهم صلاة الصبح وكانوا 70. هاي هي الرواية. سيقولون 100، يقولون أقل. أكثر الروايات مو ذيك المشكلة المعقدة بها، بس حوله 30,000 ضده صاروا عليه كالحلقة. الثلة الثالثة والمستوى الثالث من التعليم هو أكو ناس أفراد ينعدون على الأصابع، هم اللي ينهضون بالمسؤولية ويتحملون المسؤولية. اسمع علي بن أبي طالب في الوصف الدقيق، وما عندي وقت كون أشرح لك إياه، بس أعتمد على وعيك. يصف هذه الثلة الثالثة أمير المؤمنين شو يقول؟ وعظوا. صفتهم شنو؟ وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا. بقوا ينعدون على هذا. وصف أمير المؤمنين تلقونه في نهج البلاغة. وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى قلوا، ذلوا عفوا، وقتلوا حتى قلوا. على الأصابع، على الأصابع. عبيد الله بن زياد يصعد على المنبر يخطب يشتم الحسين، ناقل الكفر ليس بكافر، لكن ما تجي على اللسان، جدا صعبة النقل، ما تنقل. هاي صار سنين مستحيل واحد يقدر ينقلها، يعني صعبة. ما قام المجتمع كله سمعه، قام لمنه؟ عفيف الأزدي، ضرير كان، بس عفيف الأزدي قال له تقتلون أولاد النبيين وتقولون هذا الكلام على المنابر. زيد بن أرقم ايش قال للمجتمع؟ قال لهم قتلتم الحسين وأمرتم ابن مرجانه، أنتم العبيد بعد هذا اليوم، أنتم أحرار من اليوم. شنو هذا المعنى الصدق للحرية؟ هذا المعنى الصدق وفهم الصدق للديمقراطية، مو مثلنا نفهمها بالمقلوب، مو مثل مجتمعاتنا تفهم الحرية والديمقراطية بالمقلوب. يابا ليش متبرجة؟ تقول بكيفي. انت ليش تتعامل بالمخدرات وتفسق؟ يقول دي حرية ديمقراطية، كيفي كل شيء. هذا فهم غلط، هذا فهم غلط، غلط للديمقراطية والحرية، مو هيك يعني. افهم الاسلام تفهم الحرية، افهم مدرسة اهل البيت تفهم الديمقراطية شنو. مو الديمقراطية والحرية انه تسوي ما تشاء، لا، ان لم تستحي. هذا اريد نفهم الاسلام والدين. فالامام الحسين عليه السلام لما يقول اسير بسيرة جدي وابي لانها تعلم الثقف تربي تعد، وتعد على هذا المنهج الثلاثي، ثلاث مستويات. ما هي اداتك ابو علي؟ ادواتك بالعمل شنو؟ يقول ما راح افارق الانبياء، ولا راح ابتعد عن الرسل، ولا اخالف ابائي واجدادي، اريد ان امر بالمعروف. هاي أدواتي، هذا قانون الله وقف عليه أمور تشريعية كثيرة، حفظ به حقوق هواي. كيف حفظت الحقوق لآلاف السنين؟ يعني أنت شوي ساعدني، ساعدني شوي. إيش تظنون الأنبياء والرسل مو كانت وظيفتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو بقاء الدين، بقاء الإيمان، بقاء الناس على هالمستوى هو الأمر بالمعروف. مهما جالسنا الآن ما هي إلا أمر بالمعروف. نعم، زيارتك للحسين هي أمر بالمعروف. إذا أنت تكون هذا المبدأ تعيش وياه، هسه تفصيله بمراحله وصوره وأشكاله ومستوياته ودرجاته، هذا باكر نفصل به أنا وياك من خلال الإمام الحسين هو المعلم. كان مو غاندي تعلم من الحسين؟ مو هاي الناس ياهل يجي يتعلم من الحسين؟ مو ياهل يجي اليوم يقرأ الحسين
يفهم الحسين، يتعلم من الحسين، وبينه وبين الحسين أكثر من 1000 سنة، 1300 سنة، 1380 سنة، ويجي واحد يقرأ الحسين يقول الحسين حق، الحسين عدل، الحسين استقامة، الحسين هداية، الحسين خير، الحسين رحمة. في قبال المنهج اللي هو أكو من يثقف إلى، أكو من يربي إلى، هو الباطل والشر والفساد والظلم والنقمة التي تؤذي الناس. إذن الحسين عليه السلام معلم على منهج النبوة، الحسين مربي على منهج الرسل، وهذه هي عمل الرسالة طبقة على أرض الواقع. يريد الحسين الحركة الرسالية تبقى، يريد الإمام الحسين أنه إحنا نكون إما وإما وإما، كل من وعد قابليته، كل من درجاته، تريد تكون ممن يتعلم ويتثقف ويتربى ويعد، هذا منهج الأنبياء والرسل والأئمة، الربط بالله، الربط بالدين، الربط بالآخرة، تكون تصنع نفسك، الدين يصنعك صنع زين، ينفقك، يهذبك، يقومك. تريد تكون عندك استعداد ان تكون مرآة وميزان وسط المجتمع، هذا شوف شلون علم وربى عمار وسلمان وابو ذار وفلان وفلان وفلان. تريد تكون متحمل للمسؤولية، تقرب اكثر، اخذ اكثر، افهم اكثر، طبق القول والعمل، لا تجعل بيناتهم مسافة بعيدة، خلي المسافة قريبة الى حد التطابق والاتحاد، انت تتحمل المسؤولية، تكون إما. ولقد كان لكم في رسول الله ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه. تريد لا تتعلم أكثر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، بعد يأمرون بالمعروف وينهون، أولئك هم المفلحون. تريد لا تتقدم خطوة بعد، تكون من الذين مكنهم الله، اقرأ القرآن، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. راح تتحاسب تدقيقك، راح تتحاسب حساب على كل صغيرة وكبيرة. هذا أريد أن آمر بالمحافظ على التوازن الإمام الحسين، ولذلك ألحوا عليه ليلة العاشر، التفت إلى أصحابه هنا أنه هذه المستويات الثلاث والمراحل الثلاث، تربية عموم الناس، تربية ثلة من الناس، استخلاص ثلة أخيرة من الناس. الحسين قال لهم أول ما نزل وصل إلى كربلاء يوم 2 محرم سنة 61 للهجرة، من بعد رحلة طويلة، طلع من المدينة إلى مكة، 5 أشهر بقى في مكة، طلع يوم 8 من مكة، سار إلى العراق، وصل إلى العراق، طاب جعجع بيه الحور، وصل كربلاء 2 محرم، بعد 2 و 3 8 شهر كامل الحسين يمشي الحسين يمشي بأبي أم إلى وصل. من وصل، ما اسم هذه الأرض؟ قال الطفوف. قال هل لها اسم آخر؟ قال النواويس. قال هل لها اسم آخر؟ قالوا الغاضريات. قال هل لها اسم آخر؟ يرددون بأسماء. الحسين عند مقصد، قالوا كربلاء. دمعت عيناه إمامنا الحسين، اي كربلاء، لا زلت كربا ما لقي عندك آل المصطفى، واويلاه واويلاه. خطب خطبة بأصحابه، قالهم من بعد الخطبة، الناس عبيد الدنيا. الله، لو يكتب بماء الذهب هذا مو ثمن، لو بماء الذهب يكتب بالك يا. الناس عبيد الدنيا، يصلون يصومون يحجون يفعلون، مو لله، مو قبلتهم صحيحة، مو توجههم صحيح، مو عبادتهم صحيح، لا قيمة لركوعهم وسجودهم.
والدين لعق على ألسنتهم يحيطونه. ما دارت معايشهم إذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا هي الغربلة المستمرة، والغربلة تستمر والتمحيص يستمر، وهذا التمايز يشتغل ليل مع نهار إلى أن يظهر الحق على يد صاحب الزمان، إلى أن يظهر الإمام. الغربلة مستمرة، غربلة في غربلة، تمحيص في تمحيص، غربلة. صلاتك صدق لو كذب، صومك صدق لو كذب، حجك صدق لو كذب، تدينك، أخلاقك، كله يطلع، كله يطلع من الإنسان. وليلة العاشر التفت إليهم أصحاب أهل بيته، قالهم هذا الليل اتخذوه جملا. الليل اجى عبروا بي، يعني الصبح ما ألقاكم، ليش؟ قالهم كل واحد من أهل أصحابي يأخذ، يضع يده بيد واحد من أهل بيتي ويمض. روحوا. إن القوم يقصدونني ولا يطلبون غيري. يطلبوني ترى انا رايديني، ما يقصدون احد. وتشوف لما طلع لهم بالرضيع حرمله يقول وضعت السهم في كبد القوس، قلت للامير عمر بن سعد اضرب الولد ام الوالد؟ قال اضرب الولد. يعني كان يقدر يقتل الحسين، يقدر يصوب للامام الحسين. فكانوا يقصدون الحسين، لان الحسين هو كان روح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو المتمثل بسيرة محمد وعلي، هو هذا الميزان والأداة، ميزان العمل وأداة العمل هو. وكانوا يقصدونه وكانوا يستهدفون. انطوا موقف جميل جدا، أصحاب أهل بيته خوش موقف، آل عقيل انطوا موقف رائع، أصحاب زهير قال لو أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر ما فعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك ما عوفك. هاي قيمة كبيرة جدا أحبابي. الحسين لما قال لا أجد أصحابا أفضل من أصحابي وأهل بيت أبر من أهل بيت، لأن كانوا العينة بعد التمحيص بعد الغربلة موت. من لحق هاي قبل 6 أشهر قالها الحسين بالمدينة، من رفض البيعة وطلع قال من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. وجماعتهم حاجة ورادوا من عندنا هاي المصيبة الليلة، وعدهم حاجة بعد، كون الله يقضى حاجتهم وحاجة كل محتاج. رادوا هاي المصيبة مال الطفلة تاهت من زينب ليلة 11. فتدري انت بعد الحسين وطنهم على الموت، وطنهم على هذه المصيبة. ولا خير من الناس، هذا الكلام يخص الناس، لا خير في من لا يوطن نفسه على البلاء يسود حين تنوب. الدين يخلي عندك الاستعداد، هذا باكر انا احطه بايدك، هذا ثمرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخليك باستعداد دائما للخير، باستعداد مواجهة الشر باستعداد. الحسين وطنهم أن هناك موت، ثم بعد الخطبة ليلة العاشر وطلع موقفهم قالهم غدا نقتل جميعا. ترى باشر كل احنا ميتين، كل احنا مقتولين، غدا نقتل جميعا. ثم قال حتى القاسم وحتى الرضيع. ايه انطل حتى اشقد في بالك انه القاسم باشر ما يقتل، وش قد في ذهنك الرضيع ممكن يقتل بعيدة، لكن الحسين لا، التفت لهذه المسألة، حتى القاسم يقتل، هذا الذي لم يبلغ الحلم، وحتى الرضيع يقتل، يعني ما راح يبقى أحد. فجاءت ليلة 11، ما أقساها من ليلة، ما أبشعها من ليلة. ليلة العاشر زينب وين ما تلتفت تشوف نور، قمر، رجال، أهل بيتها، بنو عمومتها، أخوتها، أبو فاضل، أبو فاضل غانيها عن الكل، أبو فاضل تارس عينها، أبو فاضل، أبو فاضل صيوان خدرها، أبو فاضل
ابو فاضل تعال شوف زينب ليلة 11. ابو فاضل اخيتك حاطة ايدها على خدها ليلة 11. علم كان الخيم مهيوبة وبنصهن، علم كان ودليل بخوف يتوجل، علم كان انا عقب عباس ادور لي، عقب عباس ادور لي، علم كان العباية وخيمي تحترقن علي. ايدها على خدها وبذيك الونة، وكتلوا اخوها قدامها واحتزوا رأسه وركضوا بي لابن زياد، وداست الخيل وشافت شنو صار، وهجموا عليها وحرقوا خيمتها وضربوها وضربوا اطفال الحسين بالصوت وفعلوا ما فعلوا. وهاي دائما نقلكم اياها لا تنسوها، اكو اطفال للحسين داستهم حوافر الخيل. اكو اطفال حرقتهم النار. اكو اطفال ماتوا من العطش. واكو اطفال تاهوا. ذولا جيرانك اولاد مسلم ابن عقيل هنا بالمسيب جيرانك انسجنوا وصار عليهم اللي صار. زينب حاطة ايدها على خدها، امسى المساء يا حسين وحدي. الله لا يوقعك بحيرة، الله لا يوقعك بحيرة وتشوف امسى المساء يا حسين وحدي متحيرة ويد على خدي. امسى المسا يا حسين وازدادت الوحش، وما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة. هذا اللي يقول عم ابوي وين. قل لي اطفال شي يعرفون، اطفال ايش مدريهم. هذا اللي يقولها عم زينب عمنا العباس. كل ساعة طفل يسألها، لأن هي نهار نص نهار. عم زينب قالت بلى عم، قال عم علي الأكبر. هناك وجوها عم زينب بالقاسم وين؟ ثم سألوها، هذا صوت الرضيع كان كل ليلة موجود يبكي فز، عم زينب عبد الله الرضيع وين؟ ماكو. وهنا زينب افتقدت طفلة من بنات الحسين، سألت الأطفال قالت لهم عم هل رأيتم فلانة؟ قالوا لا يا عم، احنا كل واحد ركض بجانب، كل واحد فر على جهة ما درينا. سألت الكبار اخواتي بنات رسول الله اللي كانن وياها من النساء، قالوا لا لم نرها. خرجت زينب في ذلك الليل تقل الليل تشل والقاع هيمة.
اللي الجال والقاع حيمة وما خلت علينا القوم خيمة. اوصف لك الحال جنها زينب تقول خويا يتيمة ظلت تلوذ بيتيمة. هنا تدور وتصيح عمه انت شايف الامهات شايف بناتنا اخواتنا نسائنا اذا يتيه منها طفل شي يصير بحاله. اذا يضيع منها ولد لو بنية تركض بلا وعي تصيح. صاحت زينب مرة مرتين فلانة فلانة ما من جواب، ولكن زينب تفاجأت رأت فارسا أمامها. قالت من أنت؟ قال أنا جندي من جيش عمر بن سعد. قالت ماذا تفعل؟ قال أمرني الأمير أن أحرسكم الليل. دمعت عيناها صاحت كفيلي أبو فاضل. انظر إلى يا من يحرسنا الليلة. ثم قالت هل رأيت طفلة؟ هل سمعت طفلة بالجوار؟ قال وأنا قدمت عليكم سمعت أنينا عند مصرع الحسين. من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عم. سمعت من بعد ون وحدة حاجب اليم تقل بعد نخ يمي ولحد من هليمي اريد اوصل لعند امي. ما تقعد توديني لعند امي يا ابو سكين. يا ابو يظلم علي الليل ومن خوف خطف لوني واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني. قامت شبقت عليها وتلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاجيها تقلها شو وصلك لهنا وندور تخلينا. تقلها يا عم الخيل من هجمت وعاد حرقة وخيم انا على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم. يا عم انا جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يم. اه يا ابا عبد الله اه يا زينب. يا عم انا جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يمه. يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل انا من اسمع صهيل الخيل الوذ بكتر ابوي حسين الوذ بكتر ابوي حسين وتوسد على يمينه. لكل مرضانا لكل جرحانا للمسجون ظلوم للما عنده ذرية. زينب حملت الطفلة رجعت بها إلى العيال وكأني بها تقول والله حيرتني يا حسين والله حيرتني. طلع العبرة طلعها يا الله يا الله. اي والله حيرتني انا حرمة بجريرة كلبتي والله. قبل كربلاء ميت عسني. بدينا بعاشوري ونختم بعاشوري. يلا ابويا بارك الله بيكم اهل عزاء الله يبيض وجوهكم.
تسمع تشاهد بعيد قريب يلا وصيتني يا أخويا بالأيتام أباري الغفة يا أخويا ولي نام أنا حرمة وطحت ما بي ظلام يلا إيدك إيدك وصيتني يا الله يا الله وصيتني يا أخويا بلاي والله بليتام بليتام أبار الغفة يا أخويا ولينا أبار الغفة يا أخويا ولينا أنا حرمة وطحت ما بين ظلام يا الله أنا حرمة وطحت ما بين أحفظ بارك الله بيك وجاوبني سهل عليك اليوم بس بيض الوجه بعد شي تريد مني يا زماني زينب تقول بعد شي تريد مني يا زماني سبية من بعد خدري تراني سبية من بعد خدري يا زينب يا زينب بعد شي تريد مني يا زماني سبية من بعد خدري تراني بعد بارك الله فيك سبية من بعد سبية من بعد خدري تراني سبية من بعد اسمعني وجاوبني يا زينب يا زينب بعد شي تريد مني يا زماني سبية من بعد خدري ترى يا الله بعد وين هالحنة وين هالحنة سبية عفيف ايدك وصوتك صرخة العراق بعد شد بس هالمرة للحشد والشهداء والجرحى بعد شد اسمع العام اسمع العام بعد شد بعد يا زينب يا زينب يا زينب يجي ياس الكربلاء انا بحشيمه تبارين اخوتي كلها شيمه بعدهم يا دهر صرت بهضيمة بعد بعد جوابك بعد وسيفك بالغدر والهم ولاني سيفك بالغدر والهم بعد شي تريد بعد عفية سبية من بعد بعد شي تريد عفية شو يرفع صوتك سبية يا زينب
معروفة بخدرها القضت بالحزن والهم عمرها ونار الفقد ظل يسعر جمرها بقلبي كل وقت منها أعاني بقلبي كل وقت منها أعاني بعد شتريد بعد شترين ارفع صوتك سيبي يا الله اخوت على الثرى ظلت رمية نوم على التروب اهل الحمية حاضر رتبوي ويا الزكية حاضر رتبوي ويا الزكية بعد جواب حاضر يعزوني بخوت وباللفاني يعزوني بخوت وباللفاني بعد شتريد بعد فدوى صوتك سبي يا من بعد صوت بعد شتريد اي والله انطب ضبها بيت الدعاء اشوف الروس تبرى للضعينة واويلها اشوف الروس تبرى للضعينة وعلي السجاد مس بمقيد اصح وياي وعلي السجاد مس فوق الهزل وعيالي حزينة فوق لعد الشام دهري من خذاني لعند الشام دهري بعد شتريد بعد سبية بعد شتريد ضبها شوي ضبها ايدك على صدرك الك بعد الك انت صاحب العزاء يا الله ما كل طم الله أنعم علينا بخدمة حسين الله إلك إلك اقرأ وانطب بعد
الله. ماكو صوت ماكو صوت. الله انعم علينا في المدحين. ماكو يا طوم. الله انعم علينا في المدحين. بعد بعد الله. صرخة العراق. صرخة العراق. الله انعم علينا في المدحين. حد يسمع العالم. الله انعم. الطم الطم واسمعني الطم. الزهرة شنو تقول؟ الزهرة شنو تقول؟ شنو تقول الزهرة؟ رفعت راسي يا خدام الحسين. رفعت الطم اي والله. رفعت راسي يا خدام الحسين. بعد بعد سمع العالم. رفعت راسي يا اي والله. رفعت تعبت تعبت الظهر. عيدها بعد عيدها. الله انعم علينا بخد ايه. الله انعم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم على حيلك خل نقرا الدعاء. اما كلمات يا أول ويا آخر ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم. أرجوك توجه للدعاء. افتح قلبك مد إيدك يا الله. الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الما يهتم بالدعاء ما يهتم بكل المجلس. توجه للدعاء. أرجو هدوء هدوء أحبائي. توجه الدعاء. ما عندنا مرضى عندنا كروبات عندنا ديون. يا الله أمرتنا بالدعاء وضمنت لنا الإجابة. اللهم أمرتنا أن لا نرد سائلا عن بابنا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم بمصيبة الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج. اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم اجعل بلدنا آمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير. اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد. اللهم بحق محمد وآل محمد. اطلبوا هذا معي رددوا معي. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب. عمي الناس قاعد تدعي بس انتم ما تخلونا ندعي. الناس قاعد تقرا دعاء بس انتم
الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها وفيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. صدقوني أحبائي، كل فقرة من فقرات الدعاء في غاية الحاجة وأمس الحاجة إلها إحنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلى آله وغيبة إمامنا عليه السلام وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم اعصمنا من الزلل، سددنا في القول والعمل. اللهم شافي كل مريض، من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا ومرضى هذا الوباء والبلاء. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم كل سجين مظلوم اطلق سراحه، وكل أسير مظلوم فك أسره. اللهم المحرومين من الذرية فرح قلوبهم بحق عيال الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا وأحسن عواقبنا يا رب العالمين. اطلبوا حوائجكم، نسألكم الدعاء. يوفق الساعين المؤسسين، جميع الإخوة العاملين، جميع الإخوة اللي يقفون في خدمة هذه المجالس، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.